أسرة اللغة العربية بمدارس استلام الخاصة بلغات بطنطا بتتمنى لأولادها الطلاب كلهم مستقبل مشرق. النهاردة احنا هنتكلم مع بعض عن مجموعة من الأفكار والأحاسيس والمشاعر عند مجموعة من الشعراء، وجايبين لكم النهاردة قطعتين بلاغيتين لاتنين شعراء لهم قيمة كبيرة جدا بالنسبة لنا في اللغة العربية. معانا تدريبات في البلاغة العربية. النص الأولاني لشاعر مشهور جدا اسمه إيليا أبو ماضي، شاعر من شعراء المهجر اللي كانوا موجودين في أمريكا الشمالية، واللي له دور كبير قوي في تغيير الشعر العربي بالنسبة لنا احنا كعرب، وهو ده واحد من الناس اللي خلى اللغة العربية تنتشر بطريقة قوية، لأنه كان بيكتب شعر رقيق وله أبيات شهيرة، وأشهر أبيات احنا هنتكلم معاها النهاردة أبيات عن الإنسان. بتقول: نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربت، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت في البردة الموشات مثلي، في كساء الرديم تشقى وتسعد. أنا هنا بيقف قدام مني سؤال من أول كده النص خالص، وقاعد جنب مني مستر محمد طلعت عايز أسأله سؤال وأقول له: مستر محمد، هو ليه الشاعر بيقول كلمة الطين؟ ليه ما قالش كلمة الإنسان؟ هو بيرجع هنا لأصل الإنسان، إن هو مخلوق من الطين عشان يبين المساواة ما بين كل البشر، إن كلهم مخلوقين من أصل واحد، وإن كلنا جايين من أصل واحد وأب واحد اللي هو سيدنا آدم، إن ربنا خلقه من الطين. إذن الأبيات دعوة إلى التواضع وعدم التكبر على الناس. هنا دعوة صريحة إلى التواضع وعدم التكبر على الناس. صح كلامك يا مستر شوقي، فعلا الأبيات فيها دعوة إلى التواضع وعدم التكبر على الناس. بس أنا هسألك سؤال يا مستر شوقي، هي كلمة الطين هنا استعارة مكنية ولا استعارة تصريحية، ولا ممكن تبقى الاثنين مع بعض؟ طبعا لو قلت نسى الطين استعارة مكنية، لو قلت لفظ الطين لوحده هيبقى استعارة تصريحية، لأن هنا المشبه به هو الإنسان، شبهته بإيه؟ بالطين. يبقى هنا نسى الطين استعارة مكنية، لكن لو قلنا اسم محمد الطين لوحدها استعارة تصريحية. تصريحية. نسى الطين ساعة أنه طين حقير باسل، فصال تيها وعربت. ما علاقة جملة فصال تيها وعربت بما قبلها؟ كده نتيجة لما قبلها، نتيجة أنه نسى أصله أنه خلق من طين، أصبح متكبرا، وأصبح دائما ما يشعر بالتكبر بينه وبين غيره من الناس. إذا دلوقتي أستاذ هاني، نسى الطين ساعة، هل المقصود بكلمة ساعة هنا ساعة زمنية؟ لا طبعا، هو مش قصده بيها ساعة زمنية، هو قصده هنا اللحظة اللي الإنسان بيحس فيها بأن هو له قيمة أحسن من غيره. وطبعا هنا الشاعر عايز يفكره بالحته دي، فقال حس كلمه حلوه قوي، حط كلمه حقير يفكره عشان يفكره بوضعه الاساسي كانسان. طب لما ننقل للبيت الثاني ونقول: وكسل الخز جسمه فتباهى. كسل الخز جسمه فتباهى. الخز جسمه فتباهى. الصوف. الصوف او الحرير. فتباهى. طيب فتباهى. هنا مستر محمد، كلمه تباهى تدل على ايه؟ تكبر طبعا. لما الانسان يشعر ان هو افضل من غيره بيحس دايما ان هو فيه تكبر على الناس، سواء بالمال، سواء بالملبس، او حتى بالصحه بيتكبر حتى على الضعيف، او بالقوه يتكبر حتى على الضعيف. ده كلام جميل. لو خدنا بس من الشطر الثاني من البيت الثاني: وحوى المال كيسه فتمرد. هنا في تقديم، فين التقديم الموجود هنا؟ قدم هنا المفعول على الفاعل، وده بيسمى في البلاغه بالتقديم والتأخير. وسلته التقديم والتأخير. قدم ايه على ايه؟ قدم المفعول على الفاعل للاهتمام بالمتقدم، وده صورة من صور اسلوب القصر. ونفتكر كده مع بعض يا شباب، اسلوب القصر ليه عدة صور، اشهرها التقديم والتأخير، النفي والاستثناء، النفي والاستثناء، العطف ببل ولكن ولا وبل، وعندي برضو تعريف ركني الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، ودول احد
صور أساليب القصر. طيب. ده كده اسم القصر بالتقديم والتأخير للاهتمام بالمتقدم. لو طلعنا للبيت الأول تاني، نسى الطين. محمد الطين هنا كناية. كناية عن منصوف. وهو؟ الإنسان. الإنسان. وسر جمال الكناية يا أستاذ هاني؟ الاتيان بالمعنى مصحوب بالدليل. بس في مشكلة احنا هندخل نفسنا في إشكالية كده يا جماعة بجد يعني. في ناس هتقول لك لا يا مستر، طب احنا ممكن نعتبر الطين هنا ها استعارة ايه؟ تصريحية. قصده بها الايه؟ الانسان الاساسي. هنا القوة فين؟ القوة في الاستعارة التصريحية ولا القوة في الكناية؟ انا اسأل نفسي في الامتحان السؤال ده. هل القوة عندي في الكناية ولا في الاستعارة التصريحية؟ السؤال زي ده الطالب يجاوب عليه ازاي؟ السؤال زي ده لو جاله اختياري خلاص هبدأ اقف نفسي، كلمة الطين لوحدها خلاص يبقى انا كده بقطع الكلام بتاعتي فيها ان انا هقول عليها استعارة تصريحية. صحيح. لكن لو انا بقى ماشية الدنيا معايا في وسط الكلام لا انا اوقف في حاجات تانية. طب في العام الماضي كان جاء في الاختيارات في البلاغة كانت كلمة واحدة كانت تنفع استعارة تصريحية وتنفع كناية وكان جاب الاستعارة وكان جاب الكناية. هنا الطالب هيبقى مش عارف ياخد دي ولا ياخد دي. ايه الأدق؟ التصريح في التصوير. ايوه. خلاص اقوى من التكنية. يبقى الاستعارة أقوى. الاستعارة أقوى. ده كلام جميل. تصريح التصوير. وكسى الخز باسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي هنروح هنا يا أستاذ محمد إلى أسلوب آخر. أيوه. قبل ما أقول نوع الأسلوب سيادتك هتتفضل تقول لنا إيه أنواع الأساليب اللي أنا ممكن أدرسها. إحنا عندنا خدنا الأسلوب الإنشائي والأسلوب الخبري. الأسلوب الإنشائي الناس كلها عارفة يعني إيه أسلوب إنشائي اللي هو عبارة عن أمر أو نهي أو استفهام أو نداء أو تمني. أما الأسلوب الخبري اللي هو يحتمل الصدق او الكذب لن تجد فيه الامر ولا النهي ولا الاستفهام ولا التمني. بس في بعض الناس في الاسلوب الانشائي يا استاذ الفاضل يضيفوا عليها امر نهي نداء استفهام تمني رجاء خض وما الى ذلك. بس احنا على مثلا مدار الاعوام الماضيه ما بندرس هتلاقي كلها او معظمها زي ما المستر محمد بيقول امر ونهي ونداء واستفهام. يا اخي لا تمل بوجهك عني. ليه عبر بالوجه يا استاذ هاني؟ هنا قصده هنا الوجه حاجه مهمه جدا. الوجه هنا قصده بيها ان الانسان هنا بيتكبر واول ما بيتكبر الانسان على اي شخص قدام منه بيتكبر بوجهه بيبص له كده بنظره فيها يعني تكبر وتباهي على هذا الانسان. بس انا عجبني قوي هنا في الابيات حته ثانيه جميله جدا بتقول ما انا فحمه ولا انت فرقد. هنا الشاعر بينفي شيئين وبينفي بطريقه جميله جدا. استخدم محسن بديعي مع استخدامه للمحسن البديعي راس استخدم كلمات بسيطة قوي واستخدم ضميرين وهنا مديني أنا اللي هي توحي في الأساس بالفخر لكن هنا هو بيتكلم عن نفسه كأنه فحمة وأنت اللي هي توحي بالأساس بالتحقيق وتوحي بالإيه بالإيه بتوحي بالإيه إن هو بيقلل من مكان. إذن هنا في علاقة ما بين كلمتي فحمة وفرقد باسم طبق وصل جماله المعنى ويوضحه بالتضاد. ما انا فحمه ولا انت فرقد. تكرار النفي هنا بيفيد ايه؟ توكيد طبعا. توكيد طبعا. يا اخي لا تمل بوجهك عني. يا اخي نداء لا تمل نهي. النداء يفيد لفت الانتباه واثاره الذهن. ولا تمل نهي يفيد الحث والنصح والارشاد. بوجهك قلنا ذكر الوجه لان الوجه رمز للتكبر. اول التكبر ما يظهر بيظهر على الانسان. ما لذلك جه بعدها ايه؟ النفي. ما ولا الله يكرم النفي للتأكيد على أهمية ذلك. أنا ولا أنت فرقد. فرقد يعني نجم أو نجم في السماء. نجم في السماء. السؤال يا شباب وينفع نقول الشطر الثاني من البيت ده حسن تقسيم محسن بديعي؟ أساسي حسن أساسي. يبقى ده نوع من أنواع مع المحسنات. إذا المحسنات البدائية حسن التقسيم بيجي في الشعر ولا في النثر؟ الشعر. في الشعر يقابله في النثر الإزدواج. الله بقى على البيت اللي جاي ده هو بيقول إيه بقى؟ أنت في البردة الموشات مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد. عجباني قوي المقارنة اللي هنا للشاعر حاططها تاني بيأكد بيها الكلام. والمقارنة دي عايزين مستر باسم بقى يوضحها لنا هنا في الكلام بتاعه. هو بيبرز المقارنة بين حال الذي ينعم بالحرير والملابس المزينة وبين من يحيا في الكساء القديم البالي فالجميع يشعرون بالشقاء والسعادة. فهو ذلك الرجل المتكبر والغني يشعر بالسعادة والشقاء مثله مثل الفقير الضعيف الذي يشعر بالشقاء والسعادة. طيب هيجرنا سؤال تاني. معنى الموشاء ومعنى الرضيم. أستاذ محمد جاوبنا عليه. البردة الموشاة الموشاة اللي هي المزينة مزخرفة. أما الرضيم اللي هو الكسي اللي هو القديم. فهنا برضو بيدخلني في نوع من انواع اللي هو البلاغه اللي هي المحسنات البديعيه او اللي هو علم البديع.
هنسأل الأستاذ هاني طبعا عن في هنا محسنين في البيت ده معنويين. عندي مقابلة وعندي طبق. المقابلة ما بين كلمة خلاص شطر البيت الأولاني وشطر البيت الثاني. أنت لابس ملابس جميلة جدا متزينة، أنا هقولها لكم بالعامية خالص أهو، والتاني بيقول له أنا لابس ملابس بالية شاق منتهية، وبعد كده حاطيني جملتين جمال جدا جدا، كلمة تشقى وكلمة تسعى. طيب كده بقى معنى كده ان المحسن المعنوي زي ما استاذ محمد بيقول، حضرتك قلت طبقه مقابله، هيخش لنا حاجه ثالثه معاهم اللي هي التوريه. اذا كده المحسنات المعنويه يندرج تحتها ثلاث حاجات، طبق ومقابله وتوريه. هنخش على حاجه ثانيه، محسن معنوي بيقابله محسن صوتي اللي هو يا باسم الجناس والتصريع وحسن التقسيم، ودول اليوم في الشعر في النثر في جناس في ازدواج في سجع، ودول موجودين في النثر. والمقصود بالمحسن الصوتي الذي يعطي نغمة موسيقية. أنا بطالب منكم يا شباب دلوقتي حاجة مهمة جدا، مش الشباب مدرسين كبار اللي موجودين معانا، لا انتوا يا أولاد، بطالب منكم دلوقتي حالا ترجعوا الريكورد تاني ده، أو ترجعوا التسجيل بتاعنا تاني، وتمسكوا ورقة وقلم، وتمسك ورقة وتقول دي محسنات بدعية في الشعر وتوقف التسجيل، وبعد كده تقول دي محسنات بدعية في النثر وتوقف التسجيل. طب أنا هاخد منك الكلام وأقول هفرق بين حاجتين، المحسن المعنوي والمحسن الصوتي. المحسن المعنوي طباق مقابلة تورية، والمحسن الصوتي أستاذ محمد اللي هو في الشعر حسن التقسيم. نسينا واحد مهم جدا، التصريع اللي في البيت الاول بس. وده عشان الناس ما تتلخبطش، بس هنا ما فيش تصريع في البيت الاول، انا بتكلم على المحسنات بصفه عامه عشان الطلبه يفهموا. طين وعربد ما فيش اتفاق في اواخر الحروف. اتفضل. يبقى اللي هو التصريع في البيت الاول في الشعر، الجناس، حسن التقسيم، ده موجودين في الشعر. بيقابلوا بقى في النثر زي ما قال الاستاذ باسم اللي هو السجع والازدواج، الاثنين دولت يعطي اثر موسيقي. دلوقتي يا شباب احنا هنسيب لكم شويه الاسئله دي تفكروا فيهم مع النص من خلال اللي احنا قلنا.